السلام عليكم. وجه المفكر الكويتي عبد الله النفسي نصيحة للرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي عن الحكم في ظل تواصل الاحتجاجات في أنحاء البلاد. وقال النفسي في تغريدة عبر تويتر: لو كنت مكان البشير لا سمح الله لما ترددت في التنحي. وأضاف: مساحة السودان 1886 مليون كيلومتر مربع، تقريبا مئات الكويت، فقمع الاحتجاجات في الخرطوم لا يعني نهايتها. وذكر أن البشير حكم لمدة 30 عام، وتجددت الجمعة الاحتجاجات بعدد من أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان وفاة متظاهر في بري شرقي الخرطوم متأثرا بجراحه. وكانت الشرطة السودانية نفت أن تكون أطلقت الرصاص الحي خلال تجدد الاحتجاجات الخميس بالعاصمة الخرطوم، وأشارت إلى أن ضحايا هذه الأحداث قتيلان اثنين وليس ثلاثة كما تداول إعلاميون. ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول الماضي احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشة ومطالبة بإسقاط النظام. عمت عدة مدن بينها العاصمة وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا وفق آخر الإحصائيات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولي إن عددهم 40. وأصدرت نيابة أمن الدولة بالسودان مذكرة توقيف بحق 38 صحفيا وناشطا إلكترونيا بتهمة التحريض ونشر أخبار كاذبة وإخلال بالسلام والطمأنينة العامة وفق إعلام محلي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.